حدثنا أبو سعيد مولى بن هاشم حدثنا عبد الله بن جعفر حدثتنا أم بكر بنت المسور بن مخرمة عن عبيد الله بن أبي رافع عن المصور أنه بعث إليه حسن بن حساء يخطب أبنته فقال له قوله له فليلقني في العتمة قال فلقيه فحمد المسور لها وأثنى عليه وقال أما بعد والله ما من نسب ولا سبب ولا صهر احب الي من سببكم وصهركم ولكن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فاطمه مضغه مني يقبضني ما قبضها ويبسطني ما بسطها وان الانساب يوم القيامه تنقطع غير نسبي وسبب وصهري وعندك ابنتها ولو زوجتك لقبضها ذلك قال فانطلق عاذرا له حدثنا أبو عامر حدثنا عبد الله بن جعفر عن أم بكر عن المصور قال: مر بي يهودي وأنا قائم خلف النبي صلى الله عليه وسلم والنبي صلى الله عليه وسلم يتوضأ قال: فقال: ارفع ، أو اكشف ثوبه عن ظهره قال: فذهبت به أرفعه قال: فناضح النبي صلى الله عليه وسلم ، في وجهي من الماء حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن عروة عن مروان والمسواري بن مخرمة يزيد أحدهما على صاحبه: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم عام الحديبية في بضع عشرة مئة من أصحابه فلما كان بذي الحليفة قلد الهدي وأشعر وأحرم منها وبعث عينًا له بين يديه فسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى إذا حثنا يزيد بن هارون أخبرنا محمد بن إسحاق بن يسار عن الزهري محمد بن مسلم بن شهاب عن عروة بن الزبير عن المسوري بن مخرمة ومروان بن الحكم قال خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم عام الحديبية يريد زيارة البيت لا يريد قتالا وساق معه الهدي سبعين بدنة وكان الناس سبعمائة رجل فكانت كل بدنة عن عشرة قال وخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى إذا كان بعصفان لقيه بشر بن سفيان الكعبي فقال يا رسول الله هذه قريش قد سمعت بمسيرك فخرجت معها العوذ المطافيل قد لبسوا جلود النمور يعاهدون لها أن لا تدخلها عليهم عن وطن أبدا وهذا خالد بن الوليد في خيلهم قدموا إلى كراع الغميم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم وسلم يا ويح قريش لقد أكلتهم الحرب ماذا عليهم لو خلوا بيني وبين سائر الناس فإن أصابوني كان الذي أرادوا وإن أظهرني الله عليهم دخلوا في الإسلام وهم وفيرون وإن لم يفعلوا قاتلوا وبهم قوة فماذا تظن قريش؟ والله إني لا أزال أجاهدهم على الذي بعثني الله له حتى يظهره الله له. أو تنفرد هذه السالفة ثم أمر الناس فسلكوا ذات اليمين بين ظهري الحمد على طريق تخرجه على ثنية المرار والحديبية من أسفل مكة قال: فسلك الجيش تلك الطريقة فلما رأت خيل قريش قترة الجيش ، قد خالفوا عن طريقهم نكسوا راجعين إلى قريش ، فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى ، حتى إذا سلك ثنية المرار تركت ناقته فقال الناس خلأت ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما خلأت وما هو؟ لها بخلق ولكن حبسها حابس الفيل عن مكة والله لا تدعوني قريش اليوم إلى خطة يسألوني فيها صلة الرحم إلا أعطيتهم إياها ثم قال للناس إنزلوا فقالوا يا رسول الله ما بالوادي من ماء ينزل عليه الناس فأخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم سهمًا من كنانته فأعطاه رجلا من أصحابه فنازل في قليب من تلك القلوب فغرزه فيه فجاش الماء بالرواء حتى ضرب الناس عنه بعطا فلما اطمأن رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا بوديل بن ورقاء في رجال من خزاعة فقال لهم كقوله لبشير بن سفيان فرجعوا إلى قريش فقالوا فقالوا يا معشر قريش إنكم تعجلون على محمد وإن محمدًا لم يأتي لقتال إنما جاء زائرًا لهذا البيت معظمًا لحقه فاتهموهم قال محمد يعني ابن إسحاق قال الزهري وكانت خزاعته في غيبة رسول الله صلى الله عليه وسلم مسلمها ومشركها لا يخفنا على رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئًا. كان بمكة قالوا وإن كان إنما جاء لذلك فلا والله لا يدخلها أبدًا علينا عنوة ولا تتحدث بذلك العرب ثم بعثوا إليه مكرز بن حفص بن الأخي في أحد بني عامر بن لؤي فلما رآه رسول الله صلى الله عليه وسلم قال هذا رجل غادر فلما انتهى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم كلمه رسول الله صلى الله عليه وسلم بنحو بنحو مما كلم به اصحابه ثم رجع الى قريش فاخبرهم بما قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فبعثوا إليه الحس بن علقمة الكناني وهو يومئذ سيد الأحابش فلما رآه رسول الله صلى الله عليه وسلم قال هذا من قوم يتألهون فبعثوا الهدي في وجهه فبعثوا الهدي فلما رأى الهدي يسيل عليه من عرض الوادي في قلائده قد أكل أوتاره من طول الحبس عن محله. رجع ولم يصل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم إعظامًا لما رأى فقال: يا معشر قريش قد رأيت ما لا يحل صده الهدي في قلائده، قد أكل أوتاره من طول الحبس عن محله. فقالوا: أجلس إنما أنت أعرابي لعلمك فبعثوا. فبعثوا إليه عروة بن مسعود الثقفي فقال يا معشر قريش إني قد رأيت ما يلقى منكم من تبعثون إلى محمد إذا جاءكم من التعنيف وسوء اللفظ وقد عرفتم أنكم والد وأني ولد وقد سمعت بالذي نابكم فجمعت من أطعني من قومي ثم جئت حتى أسيتكم بنفسي قالوا صدقت ما أنت عندنا بمتهمين فخرج حتى أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فجلس بين يديه فقال يا محمد جمعت أوباش الناس ثم جئت بهم لبيضتك لتفضها إنها قريش قد خرجت معها العوذ المطافيل قد لبسوا جلود النمور يعاهدون الله أن لا تدخلها عليهم عن وطن أبدًا وأيم الله لا كأني بهؤلاء بهؤلاء قد انكشفوا عنك غدا قال وأبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم قاعد فقال امصص بذر التي نحن ننكشف عنه قال من هذا يا محمد قال هذا ابن أبي قحافة قال والله لولا يد كانت لك عندي لا كفأتك بها ولكن هذه بها ثم تناول لحيه رسول الله صلى الله عليه وسلم والمغيره بن شعبه واقف على راس رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديد قال يقرع يده ثم قال أمسك يدك عن لحية رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل والله لا تصل إليك قال ويحك ما أفظك وأغلظك قال فتبسم رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من هذا؟ يا محمد قال هذا ابن أخيك المغيرة بن شعبة قال أغدر هل غسلت سوءتك؟ أتاك إلا بالأمس قال فكلمه رسول الله صلى الله عليه وسلم بمثل ما كلم به أصحابه فأخبره أنه لم يأت يريد حربا قال فقام من عند رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد رأى ما يصنع به أصحابه لا يتوضأ وضوءا إلا ابتدروه ولا يبسوا قبو إلا ابتدروه ولا يسقط من شعره شيء إلا أخذوه فرجع إلى قريش فقال يا معشر قريش إن إني جئت كسرى في ملكه وجئت قيصر والنجاشي في ملكه ما والله ما رأيت ملكا قط مثل محمد في أصحابه ولقد رأيت قوما لا يسلمونه لشيء أبدا فروا رأيكم قال وقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل ذلك بعث خراش بن أمية الخزاعي إلى مكة وحمله على جمل له يقال له الثعلب الثعلب فلما دخل مكة عقرت به قريش وأرادوا قتل خراش فمنعهم الأحابش حتى أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فدعا عمر ليبعثه إلى مكة فقال يا رسول الله إني أخاف قريشا على نفسي وليس بها من بني عدي أحد يمنعني وقد عرفت قريش عداوتي إياها وغضتي عليها ولكن أدلك على رجل هو أعز مني عثمان بن عفان قال فدعاه رسول الله صلى الله عليه وسلم فبعثه إلى قريش يخبرهم أنه لم يأتي لحرب وأنه جاء زائرًا لهذا البيت معظمًا لحرمته فخرج عثمان حتى أتى مكة ولقيه أبان بن سعيد بن العاص فنازل عن دابته وحمله بين يديه وردف خلفه وأجاره حتى بلغ رسالة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فانطلق عثمان حتى أتى أبا سفيان وعظماء قريش فبلغهم. فبلغهم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أرسله به فقالوا لعثمان: إن شئت أن تطوف بالبيت فطوف به، فقال: ما كنت لأفعل حتى يطوف به رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: فاحتبسته قريش عندها، فبلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم والمسلمين أن عثمان قد قتل قال محمد فحدثني الزهري أن قريشا بعثوا سهيل بن عمرو أحد بني عامر بن لؤي فقالوا ائت محمدا فصالحه ولا يكون في صلحه إلا أن يرجع عنا عامه هذا فوالله لا تتحدث العرب أنه دخلها علينا عنوة أبدا فأتاه سهيل بن عمرو فلما رآه النبي صلى الله عليه وسلم قال قال قد أراد القوم الصلح حين بعثوا هذا الرجل فلما انتهى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم تكلما وأطال الكلام وتراجعا حتى جرى بينهما الصلح فلما أتأم الأمر ولم يبق إلا الكتاب وثب عمر بن الخطاب فأتى أبا بكر فقال يا أبا بكر أوليس برسول الله صلى الله عليه وسلم أولسنا بالمسلمين أوليسوا بالمشركين؟ قال بل قال فعلى من نعطي الذلة في ديننا فقال أبو بكر يا عمر غرزه حيث كان فإني أشهد أنه رسول الله قال عمر وأنا أشهد ثم أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله أولسنا بالمسلمين أوليسوا بالمشركين قال: بل قال: فعلى من نعطي الذلة ، في ديننا فقال: أنا عبد الله ورسوله لن أخالف أمره ولن يضيعني. يضيعني ثم قال عمر: ما زلت أصوم وأتصدق وأصلي وأعتق من الذي صنعت مخافة كلامي الذي تكلمت به يومئذ حتى رجوت أن يكون خيرًا قال ودعا الرسول رسول الله صلى الله عليه وسلم علي ابن ابي طالب فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم اكتب بسم الله الرحمن الرحيم فقال سهيل بن عمرو لا اعرف هذا ولكن اكتب باسمك اللهم فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم اكتب باسمك اللهم هذا ما صالح عليه محمد رسول الله سهيل بن عمرو فقال سهيل بن عمرو لو شهدت انك رسول الله لم اقاتلك ولكن اكتب هذا ما اصطلح عليه محمد بن عبد الله وسهيل بن عمرو على وضع الحرب عشر سنين يان فيها الناس ويكف بعضهم عن بعض على انه من اتى رسول الله صلى الله عليه وسلم من أصحابه بغير إذن وليه رده عليهم ومن أتى قريشا ممن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وسلم لم يردوه عليه وإن بيننا عيبة مكفوفة وإنه لا إسلال ولا إغلال وكان في شرطهم حين كتبوا الكتاب أنه من أحب أن يدخل في عقد محمد وعهده دخل فيه ومن أحب ان يدخل في عقد قريش وعهدهم دخل فيه فتواثبت خزاعه فقالوا نحن مع عقد رسول الله صلى الله عليه وسلم وعهده وتواثبت بنو بكر فقالوا نحن في عقد قريش وعهدهم وانك ترجع عنا عامنا هذا فلا تدخل علينا مكه وانه اذا كان عام قابل خرجنا عنك فتدخلها بأصحابك وأقمت فيهم ثلاثا معك سلاح الراكب لا تدخلها بغير السيوف في القرب فبين رسول الله صلى الله عليه وسلم يكتب الكتاب إذ جاءه أبو جندل بن سهيل بن عمرو في الحديد قد انفلت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وقد وقد كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم خرجوا وهم لا يشكون ، في الفتح لرؤيا رآها رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما رأوا ما رأوا ، من الصلح والرجوع وما تحمل رسول الله صلى الله عليه وسلم على نفسه دخل الناس من ذلك أمر عظيم حتى كادوا أن يهلكوا فلما رأى سهيل أبا جندل قام إليه فضرب وجهه ثم قال يا محمد قد لجت القضية بيني وبينك قبل أن يأتيك هذا قال صدقت فقام إليه فأخذ بتلبيبه قال وصرخ أبو جندل بأعلى صوته يا معاشر المسلمين أتردونني إلى أهل الشرك فيفتنوني في ديني؟ قال فزاد الناس شرًا إلى ما ، بهم ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا أبا جندل اصبر واحتسب ، فإن الله عز وجل جاعل لك ولمن معك من المستضعفين فرجًا ومخرجًا ومخرجا ان قد عقدنا بيننا وبين القوم صلحا فاعطيناهم على ذلك واعطونا عليه عهدا وان لن نغدر بهم قال فوثب إليه عمر بن الخطاب مع أبي جندل فجعل يمشي إلى جنبه وهو يقول اصبر أبا جندل فإنما هم المشركون وإنما دام أحدهم دام كلب قال ويدني قائم السيف منه قال يقول رجوت أن يأخذ السيف فيضرب به أباه قال فضن الرجل بأبيه ونفذت القضية فلما فرغ من الكتاب وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي في الحرم وهو مضطرب في الحل قال فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال "يا أيها الناس انحروا واحلقوا قال: فما قام أحد قال ثم عاد بمثلها فما قام رجل حتى عاد بمثلها فما قام رجل." فرجع رسول الله صلى الله عليه وسلم فدخل على أم سلمة فقال: "فقال يا أم سلمة ما شأن الناس؟" قالت: "يا رسول الله قد دخلهم" قد رأيت فلا تكلمن منهم إنسانًا واعمد إلى هديك حيث كان فانحره واحلق فلو قد فعلت ذلك فعل الناس ذلك فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يكلم أحدًا حتى أتى هديه فنحره ، ثم جلس فحلق فقام الناس ينحرون ويحلقون قال حتى إذا كان بين مكة والمدينة في وسط الطريق فنزلت سورة الفتح حدثنا وهب بن جرير حدثنا أبي قال سمعت النعمان يحدث عن الزهري عن علي بن حسين عن المسوري بن مخرمة أن عليا خطب ابنة أبي جهل فوعد بالنكاح فأتت فاطمة إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت ان قومك يتحدثون انك لا تغضب لبناتك وان عليا قد خطب ابنه ابي جهل فقام النبي صلى الله عليه وسلم فحمد الله واثنى عليه وقال إنما فاطمة بضعة مني وأنا أكره أن تفتنوها وذكر أبا العاص بن الربيع فأكثر عليه الثناء وقال لا يجمع بين ابنة نبي الله وبنت عدو الله فرفض علي ذلك حثنا أبو اليمان أخبرنا شعيب عن الزهري أخبرني علي بن حسين أن المسور بن مخرمة أخبره ان علي بن ابي طالب خطب ابنه ابي جهل وعنده فاطمه ابنه النبي صلى الله عليه وسلم فلما سمعت بذلك فاطمه اتت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت له إن قومك يتحدثون أنك لا تغضب لبناتك وهذا علي ناكح أبنة أبي جهل قال المصور فقام النبي صلى الله عليه وسلم فسمعته حين تشهد ثم قال أما بعد فإني أنكحت أبا العاص بن الربيع فحدثني فصدقني وإن فاطمة بنت محمد بضعة مني وأنا أكره أن تفتنوها وإنها والله لا تجتمع أبنة رسول الله وابنة عدو الله ، عند رجل واحد أبدًا. قال فترك علي الخطبة. حدثنا يعقوب يعني ابن إبراهيم حدثنا أبي عن الوليد بن كثير حدثني محمد بن عمرو بن حلحلة الدؤلي ان ابن شهاب حدثه ان علي بن الحسين حدثه انهم حين قدموا المدينه من عند يزيد بن معاويه مقتل حسين بن علي لقيه المسور بن مخرمه فقال هلاك هل الي من حاجه تامرني بها قال فقلت له لا قال له هل انت معطي سيف رسول الله صلى الله عليه وسلم فاني اخاف أن يغلبك القوم عليه وأيم الله لئن أعطيتنيه لا يخلص إليه أبدًا حتى تبلغ نفسي. إن علي بن أبي طالب خطب ابنة أبي جهل على فاطمة فسمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يخطب الناس في ذلك على منبره هذا وأنا يومئذ محتلم فقال إن فاطمة بضعة مني وأنا أتخوف. اتخوف ان تفتن في دينها قال ثم ذكر صهرا له من بني عبد شمس فاثنى عليه في مصاهرته إياه فأحسن قال حدثني فصدقني ووعدني فوفلي وإني لست أحرم حلالا ولا أحل حراما ولكن والله لا تجتمع أبنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وابنة عدو الله مكانا واحدا أبدا حدثنا يعقوب حدثنا ابن اخي ابن شهاب عن عمه قال وزعم عروة بن الزبير ان مروان والمصور ابن مخرمة اخبراه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قام حين جاءه وفد هوازن مسلمين فسألوا أن يرد إليهم أموالهم وسبيهم. فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم معي من ترون وأحب الحديث إلي أصدقه. فاختاروا أحدى الطائفتين ، إما السب وإما المال. وقد كنت أستأنيت بكم وكان أنظرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بضع عشرة ليلة حين قفل من الطائف فلما تبين لهم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم غير راد إليهم إلا إحدى الطائفتين قالوا فإنا نختار سبينا فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم وسلم في المسلمين فأثنى على الله عز وجل بما هو أهله ثم قال: اما بعد فان اخوانكم قد جاءوا تائبين واني قد رايت ان ارد اليهم سبيهم فمن احب منكم ان يطيب ذلك فليفعل ومن احب منكم ان يكون على حظه حتى نعطيه اياه من أول ما يفيء الله عز وجل علينا فليفعل فقال الناس قد طيبنا ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم إن لا ندري من أذن منكم في ذلك ممن لم يأذن فارجعوا حتى يرفع إلينا عرفاؤكم أمركم فجمع الناس فكلمهم عرفاؤهم ثم رجعوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبروه أنهم قد طيبوا وأذنوا. هذا الذي بلغني ، عن سبي هوازن. حدثنا أبو اليمان أخبرنا شعيب عن الزهري حدثنا عروة بن الزبير أن المسور بن مخرمة أخبره أن عمرو أبن عوف الأنصاري وهو حليف بني عامر بن لؤي وكان قد شهد بدرًا مع النبي صلى الله عليه وسلم. وأخبره أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث أبا عبيدة بن الجراح إلى البحرين يأتي بجزيتها. وكان النبي صلى الله عليه وسلم صالح أهل البحرين وأمر عليهم العلاء بن الحضرمي فقدم أبو عبيدة بمال من البحرين فذكر الحديث يعني مثل حديث معمر حدثنا عبد الرزاق حدثنا معمر عن الزهري عن عروة بن الزبير عن المسوري بن مخرمة قال: سمعت الأنصار الأنصار أن أبا عبيدة قدم بمال من قبل البحرين وكان النبي صلى الله عليه وسلم بعثه على البحرين فوافوا مع رسول الله صلاة الصبح فلما انصرف رسول الله صلى الله عليه وسلم تعرضوا فلما رآهم تبسم وقال لعلكم سمعتم أن أبا عبيدة بن الجراح قدم وقدم بمال قالوا أجل يا رسول الله قال قال أبشروا وأملوا خيرا فوالله ما الفقر أخشى عليكم ولكن إذا صبت عليكم الدنيا فتنافستموها كما تنافسها من كان قبلكم. حثن روح قال ثنى مالك بن أنس عن هشام بن عروة عن أبيه: أن المسور بن مخرمة أخبره قال: وثنى إسحاق يعني ابن الطباع قال: أخبرني مالك عن هشامين عن أبيه عن المسوري بن مخرمة أن سبيعة الأسلامية نفست بعد وفاة زوجها بليال فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم قد حلت فان كحي حثنا حماد بن أسامة أخبرنا هشام عن أبيه عن المسوري بن مخرمة أن سبيعة الأسلمية توفي عنها زوجها وهي حامل فلم تمكث إلا ليالي حتى وضعت. فلما تعلت من نفاسها خطيبت فاستأذنت النبي صلى الله عليه وسلم في النكح فأذن لها أن تنكح فنكحت. حد حدثنا أبو معاوية حدثنا هشام عن أبيه عن عاصم بن عمر عن المسوري بن مخرمة قال وضعت سبيعة فذكر الحديث حدثنا عبد الرزاق أخبرنا معمر عن الزهري عن عروة بن الزبير عن المسوري بن مخرمة ومروان قال قلد رسول الله صلى الله عليه وسلم الهدي وأشعره بذي الحليفة وأحرما منها بالعمرة حلق بالحديبية في عمرته وأمر أصحابه بذلك ونحر بالحديبية قبل أن يحلق وأمر أصحابه بذلك حنا عبد الرزاق حدثنا معمر عن الزهري عن عوفي بن الحارث وهو ابن أخي عائشة لأمها ان عائشه حدثته ان عبد الله بن الزبير قال في بيع او عطاء اعطته والله لتنطهين عائشه او لاحجرن عليها فقالت عائشه رضي الله عنها او قال هذا قالوا نعم قالت ولله علي نذر أن لا أكلم ابن الزبير كلمة أبدًا. فاستشفع عبد الله بن الزبير المصور بن مخرمة وعبد الرحمن بن الأسود بن عبد يغوث وهما من بني زهرة فذكر الحديث وطفق المصور وعبد الرحمن يناشدان عائشة إلا كلمته وقابلت منه ويقولان لها إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد نهى عما ، عما قد علمت من الهجر إنه لا يحل لمسلمين أن يهجر أخاه فوق ثلاث ليال ، حدثنا الوليد بن مسلمين حدثنا الأوزاعي حدثنا الزهري عن الطفيلي بن الحارث وكان رجلا من أزد شنوءة وكان أخا لعائشة لأمها أم رومان فذكر الحديث فاستعان عليها بالمسواري بن مخرمة وعبد الرحمن بن الأسود بن عبد يغوث فاستأذنا عليها فأذنت لهما فكلماها وناشداها الهوى والقرابة وقول رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يحل لامرئ المسلمين أن يهجر أخاه فوق ثلاث حدثنا أبو اليماني أخبرنا شعيب عن الزهري حدثني عوف بن الحارث بن الطفيل وهو أبن أخي عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم لأمها أن عائشة حدثته فذكر الحديث حثنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن عروة بن الزبير عن مروان والمسواري بن مخرمة يزيد أحدهما على صاحبه: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم عام الحديبية في بضع عشرة مئة من أصحابه فلما كان بذي الحليفة قلد الهدي وأشعر وأحرم منها وقال سفيان مرة من عمرة ولم يسم المسور وبعث عينا له بين يديه فسار رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى إذا ، حدثنا يونس بن محمد حدثنا ليث يعني ابن سعد عن يزيد بن أبي حبيب عن عراق أنه سمع مروان بالموسم يقول إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قطع ، في مجن والبعير أفضل من المجن. حدثنا هاشم بن القاسم حدثنا الليث يعني ابن سعد قال: حدثني عبد الله بن عبيد الله بن أبي مليكة عن المسوري بن مخرمة قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو على المنبر يقول إن بني هشام بن المغيرة استأذنوني في أن ينكحوا أبنتهم علي بن أبي طالب فلا آذن لهم ثم قال لا آذن ثم قال لا آذن فإنما ابنتي بضعة مني يريبني ما أنابها ويؤذيني ما أذاها حدثنا هاشم حدثنا ليث حدثني عبد الله بن عبيد الله بن أبي مليكة عن المسواري بن مخرمة قال أهدي لرسول الله صلى الله عليه وسلم أقبية مزررة بالذهب فقسمها في أصحابه فقال مخرمة يا مسوار اذهب بنا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فإنه قد ذكر لي أنه قسم أقبية فانطلقنا فقال: ادخل فادعه لي. قال: فدخلت فدعوته إليه فخرج إلي وعليه قباء منها. قال: خبأت لك هذا يا مخرمة. قال: فنظر إليه فقال: رضي فأعطاه إياه حنا عبد الرزاق عن معمر قال الزهري أخبرني عروة بن الزبير عن المسوري بن مخرمة ومروان بن الحكم يصدق كل واحد منهما حديث صاحبه قال خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم زمان الحديبية في بضع عشره مائه من اصحابه حتى اذا كانوا بذي الحليفه قلد رسول الله صلى الله عليه وسلم الهدي واشعر هو احرم بالعمره وبعث بين يديه عينا له من خزاعه يخبره عن قريش وسار رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى اذا كان بغدير الاشطاط قريب من عصفان اتاه عينه الخزاعي فقال اني قد تركت كعب بن لؤي وعامر بن لؤي قد جمعوا لك الأحبش وجمعوا لك جموعا وهم مقاتلوك وصادوك عن البيت فقال النبي صلى الله عليه وسلم اشيروا علي أترونه أترون أن ميل إلى ذراري هؤلاء الذين أعنوهم فنصيبهم فإن قعدوا قعدوا موتورين محروبين وأن جو قال يحيى بن سعيد عن ابن المبارك محزونين وإن يحنون تكن عنقا قطعها الله أو ترون أن أم البيت فمن صدنا عنه قاتلناه فقال أبو بكر الله ورسوله أعلم يا نبي الله إنما جئنا معتمرين ولم نجئ نقاتل أحدا ولكن من حال بيننا وبين البيت قاتلناه فقال النبي صلى الله عليه وسلم فروح إذا قال الزهري وكان أبو هريرة يقول ما رأيت أحدا قط كان أكثر مشورة لأصحابه من رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الزهري في حديث المسور بن مخرمة ومروان بن الحكم فراحوا حتى إذا كانوا ببعض الطريق قال النبي صلى الله عليه وسلم وسلم إن خالد بن الوليد بالغميم في خيل لقريش طليعة فخذوا ذات اليمين فوالله ما شعر بهم خالد حتى إذا هو بقترة الجيش فانطلق يركض نذيرا لقريش وسار النبي صلى الله عليه وسلم حتى إذا كان بالثنية التي يهبط عليهم منها بركت به راحلته وقال يحيى بن سعيد عن ابن المبارك بركت بها راحلته فقال النبي صلى الله عليه وسلم حل حل فألحت فقالوا خلأت القصواء فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما خلأت القصواء وما ذاك لها بخلق ولكن حبسها حابس الفيل ثم قال والذي نفسي بيده لا يسألون خطة يعظمون فيها حرمات الله إلا أعطيتهم إياها ثم زجرها فوثبت به قال فعدل عنها حتى نزل بأقصى الحديبية على ثمد قليل الماء الماء إنما يتبرده الناس تبردا فلم يلبثه الناس أن نزحوه فشكي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم العطاش فانتزع سهما من كنانته ثم أمرهم أن يجعلوه فيه قال فوالله ما زال يجيش لهم بالري حتى صدروا عنه قال فبينما هم كذلك إذ جاء أبو ديل بن ورقاء الخزاعي في نفر من قومه وكانوا عيبة نصح لرسول الله صلى الله عليه وسلم من اهل تهامه وقال اني تركت كعب بن لؤي وعامر بن لؤي نزلوا اعداد مياه الحديبيه معهم العوذ المطافيل وهم مقاتلوك وصادوك عن البيت فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم انا لم نجئ لقتال احد ولكن جئنا معتمرين وان قريشا قد ناهكتهم الحرب فأضرت بهم فإن شاءوا مادتهم مدة ويخلوا بيني وبين الناس الناس فإن أظهروا فإن شاءوا أن يدخلوا فيما دخل فيه الناس فعلوا وإلا فقد جموا وإنهم أبوا وإلا فوالذي نفسي بيده لا أنهم على أمري هذا حتى تنفرد سالفتي أو لينفذن الله أمره قال يحيى عن ابن المبارك حتى تنفرد قال: فإن شاءوا مددناهم مدة قال بوديل سأبلغهم ما تقول فانطلق حتى آتى قريشًا فقال إن قد جئناكم من عند هذا الرجل وسمعناه يقول قولا فإن شئتم نعرضه عليكم فقال سفهاؤهم لحاجة لنا فيه أن تحدثنا عنه بشيء وقال ذو الرأي منهم هات ما سمعته يقول قالا قد سمعته يقول كذا وكذا فحدثهم بما قال النبي صلى الله عليه وسلم فقام عروة بن مسعود الثقفي فقال فقال أي قوم ألستم بالوالد قالوا بل قال أولست بالولد قالوا بل قال فهل تتهموني قالوا لا قال ألستم تعلمون أني استنفرت أهل عكظ فلما بلحوا علي جئتكم بأهلي ومن أطعني قالوا بلى فقال إن هذا قد عرض عليكم خطة رشد فاقبلوها ودعوني آته فقالوا آته فأتاه قال فجعل يكلم النبي صلى الله عليه وسلم فقال له نحوًا ، من قوله لبوديل ؟ فقال عروة عند ذلك ، أي محمد أرأيت إن استأصلت قومك هل سمعت بأحد ؟ من العرب اجتاح اهله قبلك وان تكن الاخرى فوالله اني لا ارى وجوها وارى اوباشا من الناس خلقا ان يفر ويدعوك فقال له ابو بكر رضي الله عنه امس بذر التي نحن نفر عنه وندعه فقال من ذا قالوا ابو بكر قال اما والذي نفسي بيده لولا يد كانت لك عندي عندي لم أجزك بها لأجبتك وجعل يكلم النبي صلى الله عليه وسلم وكلما كلمه أخذ بلحيته والمغيرة بن شعبة قائم على رأس النبي صلى الله عليه وسلم ومعه السيف وعليه المغفر وكلما أهوى عروة بيده إلى لحية النبي صلى الله عليه وسلم ضرب يده بنصل السيف وقال أخر يدك عن لحية رسول الله صلى الله عليه وسلم فرفع عروة يده فقال من هذا قالوا المغيرة بن شعبة قال أي غدر أولست أسعى في غدرتك وكان المغيرة صاحب قوما في الجاهلية فقط لهم وأخذ أموالهم ثم جاء فأسلم فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أما الإسلام فأقبل وأما المال فلست منه منه في شيء. ثم إن عروة جعل يرمق النبي صلى الله عليه وسلم بعينه قال: فوالله ما تنخم رسول الله صلى الله عليه وسلم نخامة إلا وقعت في كف رجل منهم فدلك بها وجهه وجده وإذا أمرهم ابتدروا أمره وإذا توضأ كادوا يقتتلون على وضوئه وإذا تكلموا خفضوا أصواتهم عنده وما يحدون إليه النظر تعظيمًا له فرجع إلى أصحابه فقال: أي قوم والله لقد وفدت على الملوك ووفدت على قيصر وكسرى والنجاشي والله إن رأيت ملكا قط يعظمه أصحابه ما يعظم أصحاب محمد محمدا صلى الله عليه وسلم والله والله إن يتنخم نخامة إلا وقعت في كف رجل إن منهم فدلك بها وجهه وجده وإذا أمرهم ابتدروا أمره وإذا توضأ كادوا يقتتلون على وضوئه وإذا تكلموا خفضوا أصواتهم عنده وما يحدون إليه النظر تعظيمًا له وإنه قد عرض عليكم خطة رشد فاقبلوها. فقال رجل من بني كنانة دعوني آته فقالوا آته فلما أشرف على النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه قال النبي صلى الله عليه وسلم هذا فلان وهو من قوم يعظمون البدن فبعثوها له فبعثت له واستقبله القوم يلبون فلما رأى ذلك قال: سبحان الله! ما ينبغي لهؤلاء أن يصدوا عن البيت؟ قال: فلما رجع إلى أصحابه قال: رأيت البدن البدن قد قلدت واشعرت فلم ارى ان يصدوا عن البيت فقام رجل منهم يقال له مكرز بن حفص فقال دعوني اته فقالوا اته فلما اشرف عليهم قال النبي صلى الله عليه وسلم هذا مكرز وهو رجل فجر فجعل يكلم النبي صلى الله عليه وسلم فبين هو يكلمه إذ جاءه سهيل بن عمرو قال معمر وأخبرني أيوب عن عكرمة أنه لما جاء سهيل قال النبي صلى الله عليه وسلم سهل من أمركم قال الزهري في حديثه فجاء سهيل بن عمرو فقال هات اكتب بيننا وبينكم كتابا فدعا الكاتب فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اكتب باسم الله الرحمن الرحيم فقال سهيل أما الرحمن فوالله ما أدري ما هو وقال ابن المبارك ما هو ولكن اكتب باسمك اللهم اللهم كما كنت تكتب فقال المسلمون والله ما نكتبها إلا بسم الله الرحمن الرحيم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم اكتب باسمك اللهم. ثم قال هذا ما قضى عليه محمد رسول الله. فقال سهيل والله لو كنا نعلم انك رسول الله ما صددناك عن البيت ولقطناك ولكن اكتب محمد بن عبد الله فقال النبي صلى الله عليه وسلم والله اني لرسول الله وان كذبتموني اكتب محمد بن عبد الله قال الزهري وذلك لقوله لا يسالوني خطه يعظمون فيها حرمات الله إلا أعطيتهم إياها فقال النبي صلى الله عليه وسلم على أن تخلوا بيننا وبين البيت فنطوف به فقال سهيل والله لا تتحدث العرب أنا أخذنا ضغطة ولكن لا ك من العام المقبل فكتب فقال سهيل على على أنه لا يأتيك منا رجل وإن كان على دينك إلا رددته إلينا فقال المسلمون سبحان الله كيف يرد إلى المشركين وقد جاء مسلما فبينا هم كذلك إذ جاء أبو جندل بن سهيل بن عمرو يرسف وقال يحيى عن ابن المبارك يرسف في قيوده وقد خرج من أسفل مكة حتى رمى بنفسه بين أظهر المسلمين فقال سهيل هذا يا محمد أول ما أقضيك عليه أن ترده إلي فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن لم نقض الكتاب بعد قال فوالله إذا لا نصالحك على شيء أبدا فقال النبي صلى الله عليه وسلم فأجزه لي قال ما أنا بمجيزه لك قال بلى فافعل قال ما أنا بفاعل إن قال مكرز بلى قد اجزناه لك فقال ابو جندل اي معاشر المسلمين ارد الى المشركين وقد جئت مسلما الا ترون ما ما قد لقيت وكان قد عذب عذابا شديدا في الله فقال عمر رضي الله تعالى عنه فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت ألست نبي الله قال بل قلت ألسنا على الحق وعدونا على الباطل؟ قال بل قلت فلم نعطي أدنية في ديننا إذن قال إني رسول الله ولست أعصيه وهو ناصر قلت أولست كنت تحدثنا أن سنأتي البيت فنطوف به قال بل قال فأخبرتك أنك تأتيه العام قلت لا قال فإنك أتيه ومتطوف به قال فأتيت أبا بكر رضي الله تعالى عنه فقلت يا أبا بكر أليس هذا نبي الله حقا قال بل قلت ألسنا على الحق وعدونا على الباطل قال بل قلت فلم نعطي أدنية أدنية في ديننا إذا قال أيها الرجل إنه رسول الله صلى الله عليه وسلم وليس يعصي ربه عز وجل وهو ناصره فاستمسك وقال يحيى بن سعيد بغرزه وقال تطوف بغرزه حتى تموت فوالله إنه لعلى الحق قلت أوليس كان يحدثنا أن سنأتي البيت ونطوف به قال بل قال أفأخبرك أنه يأتيه العام قلت لا قال فإنك آتيه ومتطوف به قال الزهري قال عمر فعملت لذلك أعمالا قال فلما فرغ من قضية الكتاب قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأصحابه قوموا فانحروا ثم احلقوا قال فوالله ما قام منهم رجل حتى قال ذلك ثلاث مرات فلما لم يقم منهم أحد قام فدخل على أم سلمة فذكر لها ما لقيا لقيا من الناس فقالت أم سلمة يا رسول الله هي أتحب ذلك اخرج ثم لا تكلم أحدا منهم كلمة حتى تنحر بدنك وتدعو حالقك فيحلقك فقام فخرج فلم يكلم احدا منهم حتى فعل ذلك نحر هديه ودعا حالقه فلما راوا ذلك قاموا فنحروا وجعل بعضهم يحلق بعضا حتى كاد بعضهم يقتل بعضا غما ثم جاءه نسوه مؤمنات فانزل الله عز وجل يا ايها الذين امنوا إذا جاءكم المؤمنات مهاجرات حتى بلغ بعصام الكوافر قال: فطلق عمر يومئذ امرأتين كانتا له في الشرك فتزوج إحداهما معاوية بن أبي سفيان والأخرى صفوان بن أمية. ثم رجع إلى المدينة فجاءه أبو بصير رجل من قريش وهو مسلم وقال: يحيى يحيى عن ابن المبارك فقدم عليه ابو بصير بن اسيد الثقفي مسلما مهاجرا فاستاجر الاخنس بن شريق رجلا كفرا من بني عامر بن لؤي ومولا معه وكتب معهما الى رسول الله صلى الله عليه وسلم يساله الوفاء فارسله في طلبه رجلين فقالوا: "العهد الذي جعت لنا فيه" فدفعه إلى الرجلين فخرج به حتى بلغ به ذا الحليفة فنازلوا يأكلون من تمر لهم. فقال أبو بصير لأحد الرجلين: "والله إني لأرى سيفك ، يا فلان هذا جيدًا فزت الله الآخر فقال: "أجل والله إنه لا جيد لقد جربت به ثم جربت فقال أبو بصير أرني أنظر إليه فأمكنه منه فضربه حتى برد وفر الآخر حتى أتى المدينة فدخل المسجد يعدو فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم وسلم لقد رأى هذا ذعرا فلما انتهى إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال قتل والله صاحبي وإني لا مقتول فجاء أبو بصير فقال يا نبي الله قد والله أوفى الله ذمتك قد ردتني إليهم ثم أنجاني الله منهم فقال النبي صلى الله عليه وسلم ويل أمه مسعر حرب لو كان له أحد فلما سمع ذلك عرف أنه سيرده إليهم فخرج حتى أتى سيف البحر قال ويتفلت أبو جندل بن سهيل فلاحق بأبي بصير فجعل لا يخرج. من قريش رجل قد أسلم إلا لحق بأبي بصير حتى اجتمعت منهم عصابة قال فوالله ما يسمعون بعير خرجت لقريش إلى الشام إلا اعترضوا لها فقتلوهم وأخذوا أموالهم فأرسلت قريش إلى النبي صلى الله عليه وسلم تناشده الله والرحمة والرحم لما أرسل إليهم فمن أتاه فهو آمن فأرسل النبي صلى الله عليه وسلم إليهم فأنزل الله عز وجل وهو الذي كف أيديهم عنكم وأيديكم عنهم حتى بلغ حمية الجاهلية وكانت حميتهم أنهم لم يقر أنه نبي الله ولم يقر باسم الله الرحمن الرحيم وحال بينه وبين البيت حدثنا يحيى بن سعيد القطان قال ثنا عبد الله بن المبارك حدثنا معمر عن الزهري عن عروة عن المسوري بن مخرمة ومروان بن الحكم قال خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم زمن الحديبية في بضع عشرة مئات فذكر الحديث قال ومنها هنا مصق بحديث الزهري عن القاسم بن محمد قال وقال أبو بصير للعميري ومعه سيفه إني أرى سيفك هذا هذا يا أخا بني عامر جيدا قال نعم أجل قال أرني أنظر إليه قال: فأنطاه إياه فاستلّاه أبو بصير ثم ضرب العامريّ حتى قتله وفرّ المولى يجمز قبل رسول الله صلى الله عليه وسلم. فدخل زعم على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في المسجد يطن الحصى من شدة سعيه. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم حين رآه: لقد رأوا هذا ذعرًا فذكر نحوًا من حديث عبد الرزاق قال فلما رأى ذلك كفار قريش ركب نفر منهم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا: «إنها لا تغني مدتك شيئًا ونحن نقتل وتنهب أموالنا وإنا نسألك أن تدخل هؤلاء الذين أسلموا منا» منا في صلحك وتمنعهم وتحجز عنا قتالهم ففعل ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنزل الله عز وجل وهو الذي كف أيديهم عنكم وأيديكم عنهم فقرأ حتى بلغ حمية الجاهلية حدثنا محمد بن عباد المكي حدثنا أبو سعيد مولى بن هاشمين حدثنا عبد الله بن جعفر عن أم بكر وجعفر عن عبيد الله بن أبي رافع عن, عن المصور قال بعث حسن بن حساء إلى المصور يخطب بنتا له قال له توافيني في العتمة فلقياه فحمد الله المسور فقال ما من سبب ولا نسب ولا صهر أحب إلي من نسبكم وصهركم ولكن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فاطمة شجنة مني يبسطني ما بسطها ويقبضني ما قبضها وإنه ينقطع يوم القيامة الأنساب والأسباب الا نسبي وسببي وتحتك ابنتها ولو زوجتك قبضها ذلك فذهب عاذرا له